We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Chris, I think it's over to you now. I thank you very much. Azali, I was waiting for a Chris, نحن جاهزون أن نعطيك الصوت. شكرا جزيلا. أرحب بكم جميعا. اسمي كريس ديسبين وسوف أتشرف بأن أقوم بدور المشرف على هذه الجلسة الحوارية الجلسة العامة. سوف نتحدث عن الثقة وبناء جسور الثقة وبناء وتشكيل الفضاء السيبراني الآمن والسليم. سوف نغطي المواضيع مثل الخصوصية بالشبكة والحيادية ومسألة التشفير والعديد من الجلسات أثناء المنتدى حوكمة الإنترنت هذه السنة كانت تخص الثقة. هناك أيضا جلسة تمهيدية أقيمت قبل هذه الجلسة العامة، وأرجو المتحدثة الأولى بأن تلخص لنا مجريات الاجتماع التمهيدي الذي تم في نوفمبر الماضي، وثم سوف أرجو من سيد أوليفيرا أن يتولى الميكروفون، ثم سوف نتعرف على دراسات الحالة معنا جوزيفين وعدد أكبر من المتحاورين في نقاشنا، وثم سوف نفتح المجال للأسئلة والنقاش العام، وسوف نتطرق إلى بعض الاتجاهات الإلكترونية أو في الفضاء الرقمي المتعلقة بالثقة، وسوف نتطرق إلى الحديث عن أدوار أصحاب المصلحة الآخرين ودور منتدى حوكمة الإنترنت في هذا الصدد. أيضا إن كانت هناك أسئلة أو استفسارات أونلاين فنحن أيضا جاهزون لتغطيتها. 90 دقيقة لدينا في هذه الجلسة. لنبدأ بشيتال كومار التي سوف تفصل لنا في موضوع الخلاصة من الجلسة التمهيدية. شكرا. أنا سعيدة بأن هناك عدد كبير من الناس موجودا معنا هنا في هذا اليوم الأخير لقمة الاي جي اف. سوف أتحدث إليكم عما جاء في الجلسة التمهيدية. تحدثنا عن التحديات والاستنتاجات المحتملة يمكن طرحها، وهدفي هو التلخيص، تلخيص هذه المباحثات حول المقاييس في الفضاء الرقمي والإجرام السيبراني. سوف أسلط الضوء لكم على هذه التوصيات التي وضعناها. في البداية أقول أنه من المهم التعاون القائم كي نستفيد من الموارد الموجودة لخير التعاون مستقبلا مع مختلف الممثلين عن مجموعات ومجتمعات. الموارد الموجودة حتى الآن وبما في تلك السياسية ليست دائما مؤقلمة ومكيفة للاحتياجات الراهنة، لذلك يبدو لنا أننا في الحاجة إلى تعاون أوثق. وقبل كل شيء فيما بين الخبراء والأخصائيين في موضوع في مجال الأمن، وهذا أيضا بطريقة تطوعية لنبني كفاءات أكبر لضبط الأمان والسلامة في الفضاء الرقمي، حيث
حيث تنعدم فيها هذه التدابير والضوابط وإشراك الآخرين بذلك. هذه كانت توصياتنا الأولى أو استنتاجنا الأول، تعاون أوثق. فيما يخص المعايير الجديدة، فيبدو لنا بأن إدراج مثل هذه المعايير يتطلب مناقشة دائمة ودورية وبذل جهود مستمرة لفهم أفضل لتشغيل هذه المعايير في الفضاء الرقمي، وما هي المقاييس التي يمكن تبنيها من قبل الأمم المتحدة. الأمر الذي يقصد به هذه المقاييس 11 الرقمية الموضوعة من قبل الأمم المتحدة، وأثناء هذه الجلسة العامة للآي جي إف سوف نركز على كيفية إدراج هذه المعايير الموجودة القائمة بالفعل الآن في الفضاء الرقمي. وكنا نتحدث أيضا عن المنتدى المزعوم المتوقع للممارسات الجيدة في مجال الإجرام الرقمي، وأيضا الحديث عن ذلك يتطلب دعما فنيا بما فيه الحلول السياسية. هذا معناه أنه يجب إشراك المجتمع الأوسع نطاقا في هذه الدراسات، ولا نريد قمع حرية التعبير أونلاين أبدا. وتحدثنا كذلك عن أن التبادل المعلومات يجب أن يكون أكثر فعالية، وعلينا كذلك رصد العمليات المتعلقة بتقديم المساعدة المشتركة. وهذه هي توصياتنا الأهم من الجلسة التمهيدية التي تمت في الشهر الماضي. أيضا تحدثنا عن مختلف التحديات، وهي مثلا فيما يخص الدول الإفريقية، فيجب علينا مجابهة مختلف التحديات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية أو انعدام الرغبة أو الإرادة السياسية لتخصيص بعض الموارد، وهذا من طرفه يتعلق بالمستوى غير الكافي للمشاركة الاجتماعية. كذلك تحدثنا عن غيرها من التحديات المتصلة بعدم وجود ميزانيات ومخصصات مالية كافية للضبط وضمان الوصول إلى الفضاء الرقمي. تحدثنا عن ضرورة بناء كفاءات مناسبة في هذا المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة. كذلك تحدثنا عن التهديدات الجديدة التي تظهر في الأفق من قبل الدول الوطنية، وأيضا هناك مشاكل تتعلق في إدارة البيانات وتدفق البيانات، ولأن لهذا التدفق تابع عابر للحدود والأوطان. وأخيرا تحدثنا عن التشفير، والحديث عن ذلك طويل، ولكن الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة هي بالذات تصبح عرضة للتهديدات السيبرانية. لذلك علينا أن نعمل بشكل أحسن على وضع الحلول لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكون مهددة. في مجال الرقمنة نحتاج إلى أدوات تعاون جديدة فيما يخص إنشاء مثل هذه الموارد، فنحتاج إلى إقامة دورات تدريبية والتوعوية، إشراك مختلف العناصر من القطاعات والمجالات، والاستفادة من تلك الموارد القائمة، ودراسة الحالة. فيما يخص التشفير، فنحن قررنا أننا في الحاجة إلى حديث أكثر دقة
حقيقة في هذا الموضوع. أما الإدراج، إدراج الحلول الجديدة، فتحدثنا عن التخفيض أو إخفاض مستوى الخطورة، وتقريبا هذا ما أردت قوله في كتمهيد، وأنا أتطلع إلى استماع ملاحظاتكم. شكرا لك يا شتل على هذا التلخيص الموجز. سنعود إليك بطلب التعليق، ابقي معنا من فضلك ولا تبتعدي. والآن سنحاول أن نتكلم عن الاتجاهات المختلفة. أولا أنري فردير سيحدثنا عن هذه الاتجاهات الحديثة الموجودة. سأتكلم بالفرنسية. صباح الخير أو مساء الخير، هذا يعتمد أين أنتم. خاصة أود أن أحيي زملائي من تكساس، عندهم اليوم صباح، كما أحيي أيضا المترجمين لذلك تعيش هذه اللغة الفرنسية، وهذا شيء مهم. بمتعة كبيرة سأتكلم باللغة الفرنسية اليوم. شكرا على الدعوة التي استلمتها من أجل أن أتحدث معكم. أبدأ من فكرة بسيطة، من أن الإنترنت بما أنه حيادي وغير مركزي ومنفتح، فإن فيه سلسلة من الابتكارات والحداثة والوصول إلى الحضارة وإلى التراث إلى الثقافة. اليوم نحن لدينا عدة صعوبات يجب علينا حلها. أنا آمن وأن فرنسا وأوروبا والعديد من أصدقائنا في IGF سنحاول أن نجد حلولا تكون موجودة في هذه الأسس. يجب أن لا نترك هذه الموديلات التي بدأنا فيها. المخاطر والتهديدات التي نتعرض لها هي ثلاثة أو أربعة. الأولى هو انعدام التوازن. هذه الهوة، طبعا هناك عدة دول وعدة شركات هي مسيطرة على الذكاء الاصطناعي، على الترميز، ولكن البقية هي من الخلف، وهذا يعني أن هناك فجوة عميقة يجب ألا يكون ذلك دائما. هناك أيضا قضية الذين يستعملون تهديدات، إن من يستخدم هذه الأساليب ضد الأمن ضد السلام. لذلك الأمن السيبراني هو مهم، والتضليل بهذه المعلومات هو أيضا كذب موجود في الشبكة. هناك دول للأسف تدخل في ذلك، وهذا غير هذا يدعو للقلق. هناك أيضا أمور أخرى مثل التطرف. نجد أن الجوترميات بعض الشركات تكون بخلق نوع من التطرف، ولا نستطيع ببطء أن نتغلب على ذلك، ولكن الصناعة ليست هي التي تخلق ذلك فقط. لذلك قلت أن هناك ربما توجد خطورة رابعة، لأنها لو أن الدول التي هي شمولية في طبعها إذا وغير ديمقراطية، فهذه الدول يتبين فيما بعد أنها ستكون هي هذه الخطورة الرابعة. إذن لذلك الحيادية والذكاء الجماعي هذا هو سبب، وفرنسا شاركت من البدايات الأولى في رئاستها. قرر الرئيس ماكرون في 17 من الشهر
في السربون وقال أن أوروبا يجب أن تضع أطر لهذا التعامل معه لكي لا تكون تحت تأثير أقوياء. لذلك اتحاد أوروبي قوي هو مهم وضروري. لذلك الرئيس ماكرون عندها قرر أن إيجاد طريق جديد ضمن الأطر الجديدة مع أصحاب المصلحة، مع المعنيين من المجتمع والمشرعين، لرسم هذه الأطر القانونية التي يجب أن تكون تعطي أملا ما بأن الشركات الكبيرة ستساعد، وإذا لم تساعد فسوف نتغلب على ذلك الأمور. إذا تعاضدنا سويا في سبيل الوصول إلى هذا الهدف سنستطيع الوصول إليه بالتأكيد. فالعديد منكم يشارك بهذه المعركة متعددة الأشكال حول الأمن السيبراني. الولايات المتحدة واللجنة الأوروبية وحوالي 700 شركة وعدة، كل هؤلاء يعملون على أمن دائم وثابت بهذا المشروع. بالأساس أن مجموعات الدي اس اي، اي الشركات الطويلة ورجال العلم والجامعات، كلهم لهم دور رئيسي في ذلك، ويجب علينا أن نصنع مجتمع آمن، ويجب علينا أن نمول هذه الخطوات والمشاريع تغيير هذه المقاييس إلى أكبر. هناك في الدول حيث توجد رغبة سياسية من أجل إنصاف هذه الأسس. قيل عن العديد من الخطوات التي ستقودنا إلى اندماج أكبر. نحن الآن أقوى إذا عملنا سوية ضمن هذا المؤتمر الباريسي والذي نتج عنه منذ 3 أسابيع 7 ورشات عمل. نستطيع الآن أن نقترح عليكم أنه خلال ضمن اي جي اف سندعو كل المعنيين وأصحاب المصلحة لإدراج هذه السياسية، سياسة التضامن. عندنا 54 دولة تقترح مثل هذه الحلول، ونحن سنقترح أيضا حلول في الاجتماع القادم لهيئة الأمم المتحدة. لن أتحدث طويلا، وقلنا على النصوص الإرهابية، على التعرض للمسجد في نيوزيلندا، وأن هناك الكثير من الشركات فكرت كيف يمكن أن نزيل النصوص ومحتويات الإرهابية مع احترام حرية الرأي والخصوصية ومسؤولية قانونية للجميع. إذن وهذا الطريقة من التعامل سوف تكون أعمالنا في أوروبا وغيرها في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة كل ما يوالي الإرهابيين في الشبكة. بنفس الوقت لن أتكلم عن الأخبار المضللة والكاذبة في الإنترنت، فهناك الصحفيين بلا حدود. نفكر أيضا بأن هناك من الضروري أن نزيل الحسابات المزيفة من الإنترنت، لأن هذا مهم جدا
فإن المعلومات الحقيقية يجب أن تكون نوعية. الصحفيون يجب أن يكونوا مستقلون سياسيا وماديا. إذا التنافس القديم يجب أن يكون نزيه ونوعيته جيدة لكي لا تستطيع هذه الأنباء السيئة والمضللة أن تنطلي على أحد. لذلك أنا سأستمع إليكم بكل انتباه وأقتبس قولا من هذا المشروع. إذا أردنا أن تكون هذه الأطر القانونية مفتوحة بروح احترام دولة القانون، فيجب علينا أن نعرف، فالعلم هنا والمعرفة شيء مهم، أي نحن بالفعل نعيش بهذه اللحظة في أطر قانونية عمومية للشركات ولا نفهمها. لذلك فهذه أطر طويلة ونصوص كبيرة، لذلك ابتدعنا شيء قصير وعن طريق التعاون المشترك، وأرسلت لكم رابط على الشات من أجل الجميع، كل الجمعيات، كل الشركات، كل الجامعات وكل الباحثين أن يكون لديهم إمكانية ومهارة لفهم ومعرفة وتحليل كل هذه السياسات، سياسات الثقة، لكي تكون مفهومة ومعروفة سواء كانت في الشركات أو غيرها. لذلك من هنا أتت هذه الفكرة التي نحلل من أجلها الأدوات القانونية، وهناك لدينا حوالي 700 اتفاقية، ولكن نحتاج إلى آلاف الاتفاقيات مع الجمعيات الأخرى التي تنضم إلينا. لذلك هذه المنظومة، منظومة الإنترنت، هي منظومة جيدة ورائعة، يجب ألا تتخوفوا منها. سوف نأخذ على عاتقنا جزء كبير من هذه المسؤولية، وشكرا على انتباهكم. شكرا أوري، وشكرا على الرابط الذي أرسلته لنا. كلنا بكل التأكيد سوف ننقره بعد هذه الجلسة. أما الآن فنعطي صوت لكريغ جونز الذي يتولى منصب مدير الشؤون الإجرام السيبراني في شرطة إنتربول. ما هي وجهة نظر الإنتربول؟ كريغ؟ هنا كريس. الفيديو لا يعمل، ربما الكاميرا الخاصة بك مغلقة، يعتمد عليك ان تفتحها. لا، ولكن نعم، شكرا على تشغيل الكاميرا. فيما يخص الحالة الراهنة وطنيا وإقليميا ودوليا من وجهة نظر الإنتربول، فنحن نلاحظ أننا نواجه مشاكل تتعلق بالاتصال ومختلف الجوانب الأخرى، ونرى حاليا تغيرا في إطار وفي إطاره هناك هجمات مكثفة على البنية التحتية وحتى على المستشفيات والبنية التحتية الخاصة بالاتصالات. فهذه مشكلة كبيرة، وأثناء منتدى حوكمة الإنترنت تحدثنا كثيرا عن ذلك، ونحن واعون بالإنتربول بمقدار هذه الهجمات، وهو دولي، 195 دولة عضو في الأمم المتحدة تعي ذلك. أثناء الجائحة وبعدها هناك أشكال جديدة من الجنايات والإجرامية تظهر، هناك استخدام لبرمجيات رانسوم ويب للقراصنة، تظهر هناك محاولات احتيال وجنايات أخرى.
تستغل الاتصالات والمكالمات الهاتفية، فهناك هذه التهديدات والمخاطر في الفضاء السيبراني أكثر تنوعاً، والجنات والمجرمون يستغلون الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ويلعبون على المخاوف التي ظهرت وانتشرت بعد اندلاع الجائحة منذ مارس آذار 2020. هذه الهجمات موجهة بحق البنية التحتية الحرجة وترمي لإضرار أو إلحاق أضرار كبيرة، خاصة اعتداءات رانسوموير تتكرر أكثر وأكثر، وتخص هي محاولات ابتزاز. وهذه الهجمات أسبابها مالية، وهذه الهجمات تستغل العملات المشفرة، وخاصة بعد الجائحة كنا نشهد هذا التوجه أن المجرمين أصبحوا أكثر فعالية، لأنهم من أوائل من يستخدمون التكنولوجيات الجديدة غير المعممة في المجتمعات. بعد هذه الهجمات والاعتداءات موجودة في أوروبا وإفريقيا الغربية وجنوب شرق آسيا، ويمكن القيام بهذه الهجمات مباشرة في مختلف أنحاء العالم. أيضا المجرمون يستخدمون الداركنت، الفضاء الإنترنتي المظلم، وهناك يستحيل تتبعهم ولديهم موارد رقمية واسعة. المجرمون يستخدمون تقنيات التشفير ولا يتركون آثار، ومن الصعب أمامنا تتبع ومتابعة وملاحقة هذه المجرمين جراء ذلك. نحتاج إلى آليات ملاحقة وتتبع حديثة في الإنترنت، ونحن نعمل على ذلك في شرطة إنتربول. تم تأسيس فريق عمل ضمن برنامجنا لمكافحة الإجرام السيبراني المنظم. نقوم بمختلف التحليلات، تحليلات لمستوى الخطورة، خاصة في 2021 نشرنا تقريرا بتقدير مستوى التهديدات في إفريقيا، ونظرنا إلى مختلف المناطق الإفريقية، ونحتاج إلى بعض التنسيق الجيوسياسي العابر الحدود. مؤسسة إنتربول هي مؤسسة حيادية، ولكن لدينا أيضا منصات التواصل ما بين الدول الأعضاء 195 للأمم المتحدة من أجل تمكيننا من ملاحقة الجرائم في الإنترنت. هناك أطر قانونية فاعلة تسمح لتبادل المعلومات ما بين القطاع العام والخاص، ويجب الاستفادة منها أيضا. الجهات المختصة للملاحقة والتتبع لديها دور كبير يجب أن تلعبه. نحتاج إلى مقاربة متعددة الأطراف، وبموجبها يمكن للحكومات والمنظمات غير حكومية والمجتمع المدني المسؤول عن الأمن السيبراني بإمكانها الحفاظ على سلامة الناس وحياة الناس وممتلكات الناس بطريقة أفضل. لا ننسى أننا لا نقصد فقط ملاحقة مجرمين محددين، ولكن أيضا نقصد اضطراب الآليات والأدوات التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم، ولذلك يجب أن يكون لدينا وصول واسع النطاق لهذه الموارد على المستوى الوطني والدولي في هذا الكفاح. علينا أن نعمل ضمن القانون وفي إطار القانون، فلذلك نحاول التعاون والشركات الخاصة ومنظمات دولية، وعلينا الاستفادة من هذا النموذج المبني على الثقة الموجودة في الوسط الإنترنت. لك يا كريس،
أرى أنك في كاتوفيتسا على في الصالة. نحن سعداء بأنك موجود هناك. شكرا على تعليقك. سنعطيك الصوت فيما بعد لتجيب على بعض الأسئلة. الآن سنتحدث عن أمثلة. جوزيفين بالانس تعطينا نفس المثال. أعتقد أن كما أتذكر أن لديك شرائح وسلايدات لترينا إياها. أنا جاهزة، عندي تقديم عرض تقديمي لكم، سأقدمه لكم من المجتمع المدني، من منظور المجتمع المدني، من منظور ضحايا. ونحن ضمن هيئة وهي جمعيتنا. أنا من بين المديرات لهذه المنظمة. نحن نعمل لمصلحة ضحايا الإنترنت. نحاول أن نساعدها بشكل مشاعري ونعطيها معلومات عن الأمن السيبراني والاحتياط، وأيضا نعطيهم نصائح كي ما هي البيانات الشخصية التي ممكن أن نعطيها في الشبكة، وما هي المعلومات التي لا نستطيع إطلاقا أن نعرضها، كيف نستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وما الأشياء التي نستطيع هناك فقط أن نعطيها. ماذا تفعل هذه الضحايا في المستقبل وفي حالتها؟ نحن أيضا مهتمون بآليات ملاحقة المجرمين، وهنا نستخدم منصات عديدة للإنترنت ومنصات رقمية. أيضا نقوم بمساعدات قانونية للضحايا الإجرام في الشبكات من أجل حل أمورهم بشكل رسمي. نحن أيضا مهتمون ببناء الوعي الكامل، لأننا نحن وكلاء لهؤلاء الضحايا في هذه الجرائم التي تحصل في الشبكات وفي الفضاء السيبراني. هذه المساعدة منذ البداية كانت مهمة، وهي منظمتنا في ألمانيا أنشئت منذ 3 سنوات، وحاليا قمنا بمساعدة 1500 شخص و150 شخص أعطيناهم مساعدات مالية في محاولة لحل قضاياهم عن طريق المحكمة. لذلك دورنا مهم، القضية مهمة، ونحن نرى أن كثير ما يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي هناك خطاب الكراهية وأمثلة كثيرة عليه. هناك صحفيون وناشطون يتم محاربتهم واتهمتهم، شابات فتيات يتم الهجوم عليهم، أن هناك الكثير من البيانات الشخصية تستعمل بشكل يتنافى مع القانون من أجل أن ابتزاز الضحية، من أجل إنهاكها. هناك الكثير من، مثلا هناك عنوان وضع في الإنترنت وهم ملاحقون من قبل الكثير من الناس، إذن خارج حتى الفضاء الافتراضي. إذن هذه الأمور هي قضية مهمة، نود أن نساعد كل من يتجه إلينا، خاصة ممثلي المجموعات المهمشة. وغالبا ما يكون لدينا علاقة مع أشخاص واتصال مع أشخاص يتحدثون عن أنهم يدعمون القيم الديمقراطية ويصبحون ضحايا للهجوم.
نتكلم هنا عن سياسيين وعن صحفيين وعن غيرهم. إذا يجب أن نعلم أن قمنا باستبيان في أوروبا، تبين من خلاله أن 60% من كل المستخدمين بشكل من الأشكال كان لهم علاقة بالعنف، تعرضوا لعنف بالشبكات، وأحيانا 91% وصلت إذن بشكل من الأشكال هذه المجموعة الكبيرة تعرضت أو كانت شاهد على عنف في الشبكة. هناك أيضا بعضهم كانت عليهم هجوم كبير. إذن هذه الكراهية والعنف في الشبكة موجودة بشكل كبير، وأنها مشكلة كبيرة، والأشخاص الذين يصلون إلى هذه الطريقة من نشر خطاب الكراهية، فإذا تأثير مثل هذه الأفعال هو كثير كبير، وقد قمنا بدراسات عديدة حول هذا الموضوع. تبين أن في الفيسبوك 5% فقط من المستخدمين لهذه المنصة أجاب عن 50% من كل المحتويات التي كانت سلبية، أي التي تتعلق بالعنف. إذن قمنا بفحوص أخرى ودراسات في ألمانيا، تبين من خلالها أن لما نشر 4000 تعليق سلبي عن الانتخابات الأخيرة، وكانت هذه كلها نصوص كراهية ضد السياسيين الذين أي وهما من 200 حساب فقط على الفيسبوك. إذن ندرج أن الضحايا هي مخوفة وأنها لا تعرف ماذا تفعل، وأن الآخرين هم شهود هذا وينظرون إليها بحيادية، لا يعلقون عليها، لا يقولون عن آرائهم، لأنهم بدأوا بالخوف مما يحصل في هذا الفضاء، أي أن تصرفات الناس تختلف. ولذلك نرى أن هناك مجموعة ضئيلة جدا من العدوانيين في الشبكة، وهم الذين يصرخون وهم يعطون آراء ليست هي الآراء الغالبة في المجتمع، وأغلب المجتمع يصمت لأنه يخاف. إذن هذا هي تهديد وخطر للديمقراطية، ويجب علينا أن نأخذ بالاعتبار القضايا، أي أن الإنترنت يجب أن يكون فضاء آمنا لطرفي النقاش، لكل المشتركين في هذا النقاش المجتمعي. إذا نحن كمنظمة نحاول أن نتأكد ونؤكد للمستخدمين أن لهم حقوق بإبداء رأيهم، وعلينا ونعطيهم ما هي الإمكانيات التي نساعدهم فيها، ونعلمهم كيف يستفيدون بشكل مباشر من الإنترنت، ونحاول مساعدتهم أيضا بقبول باستراتيجية طويلة الأمد. نحن الذين يعملون معنا هم ناس كانوا أحيانا ضحايا أو يتعرضون. إذن ليست هذه ظواهر منفردة، وإنما هي ظواهر كثيرة، ونحضرهم. لدينا وحدة خاصة متخصصة بالإجرام السبراني، وتساعد وتعطي نصائح للمجتمع المدني، ونريد أن كل من يستخدم هذه الإنترنت نحن نتواصل مع الرأي العام لكي يكون الجميع واعين، لأن مثل منظمة مثلنا موجودة وهي جاهزة للمساعدة، ونحاول أيضا أن نتحدث مع أجهزة الملاحقة والتتبع وأجهزة الأمن وأجهزة العدلية لكي
نربط اتصالا معها من أجل أن نفتح عيون هذه الأجهزة على الوضع الصعب الذي تعيشه الضحايا. هنا بشكل برغبة سوف أخذ الصوت في الجلسات التالية وسأستمع لكم. شكرا. شكرا لك. والآن نمر إلى الممثلة عن منظمة العفو الدولية من روسيا. شكرا على دعوتي لهذا المجتمع. أنا أمثل أمنستي تك، وهي مجموعة متعددة القطاعات والمجالات، ويدخل في تكوينها الخبراء، خبراء التكنولوجيا والباحثون في حقوق الإنسان والمحامون والأخصائيون من قطاعات أخرى. حاليا نحن نقوم بأنشطة مع الصحفيين أيضا في الإنترنت، وسوف أتحدث عن مشروع بيجازوس الذي عملنا عليه. ولكن أولا من باب التمهيد بعض الملاحظات العامة، نبدأ من أن منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال وغيرها من المنظمات غير الحكومية والباحثون والأكاديميون لاحظوا منذ سنوات حاجة للحديث عن انعدام الشفافية في ما يخص المراقبة المستهدفة أو التجسس أو التصنت المستهدف في المجال السيبراني. نحن نريد التعاون مع أطراف مختلفة، ومنها منظمات غير حكومية وأيضا شركات تكنولوجية وفرق المخترعين والمتسللين. وفي يوليو الماضي أسسنا ودخلنا تعاون مع 80 صحفيا من 17 قطاعا صحفيا من 10 دول لدى منظمة العفو الدولية. لدينا معمل أو ورشة الأمن التكنولوجي مقرها في برلين، ونحن نجري فحوص وأبحاث حول كيفية قيام الدول باستغلال التجسس الدولي والتصنت عبر بيجازوس. ووصلنا إلى الاستنتاج أن طريقة استخدام هذه الآليات، آليات التجسس، هي خارج المراقبة والرصد الدولي، ويشكل تهديدا وخطورة نظاميا على المواطنين وعلى الأمن العام في الدول حول العالم. فيما يخص برمجيات من نوع سبايوير، برامج التجسس، إذا تم تثبيت هذه البرامج في هواتفكم المحمولة يستطيع المخترق الاستيلاء على تحكم كامل للمايكروفون والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية الخارجة والداخلة لتليفونكم. فالهدف المحتمل لهذه الهجمات هم المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والإعلاميون، أكثر من 200 صحفي من تقريبا 20 دولة، ومئات من السياسيين هم أصبحوا عرضة لهذه الهجمات. لا أحد مؤمن في الشبكة أمام برمجيات سبايور، برامج التجسس والتصنت الهاتفي. أنا أذكر فقط مثلا واحدا، إعلامي مكسيكي تعرض لمثل هذا الهجوم في عام 2018، وكان هناك أكثر من 40 إعلاميين في الهند أيضا تعرضوا لمثل هذا الاعتداء الرقمي، وتم إطلاق التحري والتحقيق بالتعاون من أكبر الشركات الإعلامية مثل CNN ونيويورك تايمز. وهذه الحالات تكثر،
وتتكرر وتريدنا تقارير جديدة دائما من أشخاص أو عن أشخاص وقعوا ضحايا لبرمجيات سبايوير وتم إلحاق الضرر بحقوقهم. هناك أيضا ناشطون من فلسطين وفي إسرائيل وكازاخستان أفادوا تقاريرهم إلينا. ألخص لكم بسرعة ما نقومه في الضوء هذه الممارسات النظامية التي تتم بحق المواطنين والمجتمعات المحلية بواسطة هذه البرامج التجسسية. نريد تحليل التأثير الواقعي على حياة الناس من قبل هؤلاء المجرمين، ونريد تحليل الحالات التي تخص برامج التصنت والتحكم، الأمر الذي يتعلق بانتهاك الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية. الحق الأساسي الذي يتم مخالفته هو انتهاك حرية التعبير والحق في الحياة والأمان. إذا وقعنا نحن عرضة لضحية لمثل هذا الهجوم، هذا أيضا ينعكس أو يتعلق بحالة نفسية، ويتم إسكات الناس لعدة أشهر، وله أضرار كبيرة على عمل المجتمع الوطني. ختاما أود الإشارة إلى أن تحقيقاتنا أشارت إلى أن البرامج من طراز سبايوير أصبحت أداة أساسية لمرتكبي الجرائم الرقمية والذين يشنون هجماتهم، خاصة بحق ممثلي المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وصناع القرار. ونتحدث عن حاجة ماسة لوضع تدابير وضوابط دولية تطبق في منع تصدير مثل هذه التكنولوجيات، ونحتاج إلى حماية حقوق الإنسان. نحن ننادي من أجل ذلك وننشد هذه الحاجة الماسة لوضع تدابير وضوابط ولوائح قانونية تمنع هذا التجسس والتصنت. نحتاج إلى لوائح وتدابير دولية تنظم مسألة تصدير مثل هذه التكنولوجيا، ثم سأفصلكم أكثر. شكرا لك على هذا التعليق. سنعود بالتأكيد لهذه القضية بعد نهاية حديثنا، وقد نتحدث خلال 5 ساعات ودون أن نفي الموضوع حقه. الآن سأطلب لكي المتحدثون فيما بعد أن يحاولوا أن يعلقوا لسؤالين، لأن وقتنا قصير فنريد أن نترك أيضا وقت للنقاش مع الجمهور. فهذا سؤال مفتوح للجميع وهو كالتالي: كيف بإمكاننا أن نحسن ونسرع إدراج المعايير التي تؤمن الفضاء السبراني، ومن أين لنا أن نعرف بأن هذه الآليات هي ناجحة في ذلك؟ أحيانا يتبين لنا أنه علينا أن نفعل شيء آخر بالنسبة للإجرام السبراني. لذلك سأستمع إلى تعليقاتكم وبعدها سأعدكم بأني سأترك مجالا للأسئلة من قبل الحضور. شكرا جزيلا يا كريس. أفهم أن يجب علينا أن نفكر بما هو ماذا يجب علينا أن نفعل من أجل
الاتفاق على معايير دولية. أولا علينا نحن ممتنين على الجهود التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة سواء على كل مجموعات العمل المفتوحة أو عن خارطة الطريق التي للعمل الرقمي التي اقترحها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وكيف وضع قضية الأمن السيبراني في من. لذلك لماذا لم نستطع أن نتفق على معايير ملزمة؟ فهذا يبقى مفتوحا للأسف، لأننا طيلة الوقت نقول عن معايير طوعية وليست ملزمة، وهنا يجب علينا أن نفكر أكثر عن المسؤولية وعن النتائج من ناحية المجرمين. هذه المعايير والمقاييس التي ستكون طوعية يجب أن يكون تجر وراءها أيضا إلى نتائج، وأعتقد أن قمة ومنتدى حوكمة الإنترنت والقمة ومنتدى الحوكمة زائد البلوس الذي يعنى بالشباب أيضا يهتم بقضية الأمن السيبراني، فهناك ممثلون للحكومات خلال لقاءاتنا، والمجموعة الاستشارية ماغ هي أصبحت لها عدة صلاحيات، ورغم أن البرلمانات الوطنية يجب أن تكون ممثلة بشكل أكبر. لذلك سيصبح هذا المنتدى أوسع، ويمكن على أساس ذلك أن تتخذ قرارات ملزمة فيه. هنا سألنا كيف علينا أن نقيس النجاح إذا كانت هناك مقاييس تعمل وتفعل ولها نتائج، فأيضا سنراقب إمكانيات النجاح، عندها نستطيع أن نحدد ونعرف مقاييس النجاح. أستطيع أيضا أن أشير إلى قضايا أخرى، ولكن سأستمع لما تقول منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي تقوم بأعمال، وخاصة أننا نعرف ماذا يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أنا سأنهي كلامي وسوف أشارك في النقاش فيما بعد. شكرا لك. شكرا لك. نعم، بالفعل الانضباط بالوقت أمر صعب، وفكرت الآن أن تعبيرك عن أنه لا يمكن أن نضع العرب أمام أو قبل الحصان، فهذا التعبير يسبق عصر الإنترنت، لكن هذا فقط مزاحا أضيفه. أما الآن فبارت غروتهوس، صباح الخير. ككبير المفاوضين لشؤون اللوائح القانونية السيبرانية، فأريد القول بأننا حاليا متقدمون في العمل على توجيه نيس. المفوضية الأوروبية في القريب العاجل سوف تضع مقترحاتها على الطاولة بشأن إنتاج الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات لها، وذلك في سياق الأمن السيبراني. من المهم أننا نتباحث في موضوع من المستفيدون من تلك الظروف المواتية للإجرام السيبراني. جوزيفين تحدثت عن هذا
هاي المجموعة الهجينة من الأدوات التي تمكن من التجسس والتصنت السيبراني وغيرها من أشكال الإجرام السيبراني. ونحن نتحدث أكثر عن ضرورة وضع هذه المعايير الدولية والضوابط في هذا الشأن، ولكنني اندهشت بأن حكومة دولة واحدة تتحدث أو تنشر رسالة تويت أو بوست وتقول نعم نحن ندين بشدة ما يحدث في دولة كذا وكذا، ولكن لا تطبعه أي أنشطة إلا الإدانة. وأوروبا عليها أن تنشغل الآن في وضع أدوات جديدة، ولكن يجب أن نصبح من اللاعبين الجيوسياسيين الأكابر، ولا نفكر فقط في تأمين سلامتنا وأمننا نحن، ولكن يجب أن نساهم في الأمن الجيوسياسي عالميا. دقيقتان انتهتا، وأريد أن أطرح سؤالا، ولكن ربما فيما بعد سوف نعود إليه. الآن نمر إلى شخص آخر. كيف يمكن تأمين تعاونا منفتحا ومتعددة الأطراف في المجال الأمن السيبراني طالما لا توجد لدينا الشفافية التامة من كل الأطراف المعنية؟ هذا سؤال مفتوح، وأما الآن فأناستازيا. صباح الخير، شكرا أنني أستطيع مرة ثانية أن أتحدث خلال هذا المنتدى، منتدى الحكومة الإنترنت. عندي أمل أن هذه الإمكانية الافتراضية، سمعنا الكثير من الملاحظات الثمينة بالنسبة للمقاييس في مجال الأمن السيبراني. هناك يحدث الكثير في هذا المجال في قطاعات مختلفة في كثير من أنحاء العالم، ولكن هل لدينا معرفة كافية كيف يتم إدراج هذه المقاييس، وما هي التحديات التي تصدر من الدول النامية وفي الدول المتقدمة وغيرها؟ ما هي مستوى المجتمع المدني؟ ما هو القطاع الخاص وغير ذلك؟ إذن كيف نستطيع أن نكسب معرفة زائدة بهذا الموضوع؟ ويجب أن نعرف كيف يتم إدراج هذه المقاييس. أعطي مثالا عمليا ظهر في أثناء عمل وورشة أفضل الأمور العملية بالنسبة للمخالفات، المخالفات الأمنية التي تحصل في كثير من الأماكن في العالم، وقمنا بتحليلها. تكلمت مع الباحثين في الاتحاد في أمريكا وروسيا وأوروبا، وهل لديهم وعي بإمكانية وجود مثل هذه المقاييس، وخاصة إصدار تقارير عن عناصر التي هي أكثر معرضة للهجوم؟ فقالوا أن لهم لا يعرفون ولا يملكون، فمثلا لا يعرفون ماذا تفعل الأمم المتحدة. إذا هذا دور لمنتدى الحوكمة الإنترنت العالمي، لذلك كل الجوانب المهتمة بهذا الموضوع يجب أن تشارك به. أعرف أن الأيام الأخيرة للمنتدى كانت هناك ورشات عديدة وورشات من بينها. كيف يمكن أن نساعد المعنيين وأصحاب المصلحة في إيجاد مثل هذه المعايير، وكيف نؤمنها ونوفرها لهم؟ لذلك خلال هذه الورشات شرحنا عدة أمثلة من
الولايات المتحدة هناك الكثير من المبادرات المشوقة، وأيضا في الاتحاد الأوروبي توجد، حللناها بشكل جيد بكل التعليمات. كان لدينا أصوات من آسيا والباسيفيك وممثلي تلك المناطق تحدثوا عن المشاكل التي يعانوا منها. لذلك أود أن أقول أن هذه الورشات التي حصلت خلال منتدى حوكمة الإنترنت لها مقياس عملي، وما الذي يجب علينا أن نفعله من أجل أن نطغى على هذه المخاطر التي تظهر في الفضاء السبراني. ويجب علينا أن ننظم نوع من لعبة تعلم المستخدمي الإنترنت كيف عليهم أن يعملوا بأمان في خلاله. شكرا. أريد أن أؤكد أن هذه منصة جيدة لتبادل ضمن الأوساط المختلفة. شكرا على هذا الصوت. أما الآن فكاثرين فتفضلي. أرجو فتح الميكروفون قبل كل شيء. شكرا يا كريس، وأنا سعيدة أن أكون معكم وأتحدث من الموقف الإفريقي. أنا ربما آخر واحدة، ولكن هكذا هو المعتاد أن نحن الأفارقة دائما في المؤخرة. لا أبدا، لست أنت الأخيرة، هناك بعد متحدث واحد. ماشي الحال. على أي حال، أريد أن أقول فيما يخص المقاييس أو المعايير، فربما تأثيرها غير كافي، وذلك بسبب تلك المسائل المتعلقة بالمساءلة القانونية، وهذا مهم جدا خاصة فيما يخص الدول النامية. أنا كنت معجب بما قالته جوزيفين من هيت أيت، وأنا أعتقد أن مثل هذه المساعدة التي تقدمها هذه المؤسسات أمر محتاج إليه كثيرا على مستوى كل الأوساط والمجتمعات، وأتمنى أن أيضا مستقبلا سوف يكون من الأسهل ملاحقة المجرمين وتأمين التعويضات لضحايا العنف السيبراني. هنا يجب أن تكون لدينا ضوابط قانونية أكثر إلزاما في هذا الشأن، وليس توعية اختيارية فقط. يجب أن نتعمق في هذه الرؤية وبتفصيل أكثر، لأن لدينا نتصرف الآن البنية التحتية العالمية، ويتم استخدامها من قبل مختلف القطاعات والإدارات العامة، ويجب ضمان وجود مثل هذا النظام الذي يمكن الاستفادة منه من جميع هذه الأطراف ومختلف الأوساط. وهذا ربما يبدو نظريا، ولكن هذا شيء يجب الحديث عنه بشكل متعدد الرؤى. وإذا إن كنا نريد الوصول إلى تلك الحلول التي تكون عالمية، سوف أتحدث عن مقاربتين فقط لضيق الوقت. المقاربة الأولى أن هناك ثقافة وهي تتغير ونحن نعيش فيها، وهي متغيرة نستطيع تشكيلها بطريقة تبادل الآراء، مثل ما نقوم به الآن في الاي جي اف، نستمع إلى البعض وندرس الحلول. ولكن هناك أيضا حلول يتم إنشاؤها في بعض المناطق المحددة مثل أوروبا أو آسيا الباسيفيك، وخلال هذه الحلول يتم ويمكن ثم تطبيق نفس الحلول في مناطق أخرى، وهذه العملية قد تكون أسرع من المقاربة الأولى، حيث كل منطقة تأتي بضوابطها خاصة ولا تنظر إلى الغير. هذا أكتفي بهذا القدر من الحديث، وثم سوف أعلق على أسئلتكم الأخرى.
شكرا الآن ليزل تفضلي. شكرا. هذه نقاش مشوق، وليس فقط هذا المحور، وإنما كل النقاشات كانت جيدة وثمينة، وكانت هناك عروض تقديمية أيضا لا تقل تشويقا. أود أن أقول أن هناك قضايا ربما ستكون مفاجئة للبعض منكم، وخاصة أن استطعنا أن نتفق بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بمعايير والمقاييس، أي أن هناك بعض المعايير التي يتم التأكد منها، ولكن يجب دائما تطويرها، ويجب على الدول الأخرى أيضا أن تتعاون من أجل إدراج هذه المعايير، ومن أجل التواصل مع الدول الأخرى بأي طريقة يمكن إدراج هذه، وهذا ملزم لهذه الدول، وهذه خطوة إلى الأمام تسمح بإعادة تعريف والتأكد من هذا المصطلحات ووضعها حيز التنفيذ. بالمستقبل أعتقد أنه سيكون ذلك ملاحظ من قبل الجميع كأمر إيجابي. نتحدث عن كل التحديات التي هي أمامنا، لا نستطيع أن نقلل منها، ولكن أيضا هناك ميول إيجابية خاصة تخص هذا الإجماع الذي استطعنا أن نبنيه. هذه قضية مهمة، فحكومة الولايات المتحدة تتعاون مع كيانات عديدة، مع منظمات وجمعيات مختلفة لها صلاحية في إدراج مثل نوع هذه المعايير. إذن الأمن ليس هو حالة، هذه عملية يجب أن نعمل طيلة الوقت من أجل الوصول إليها. هناك شروط يجب أن تأمينها، حتى الآن استطعنا أن نجد وسط أكثر أمناً وجدير بالثقة. أحد هذه أن هل تستطيع دولة معينة هي جاهزة لسن قانون يتعلق بالأمن السيبراني، وهل مثل هذا في مجال مثلا القانون الجزائي في دولة ما؟ يجب علينا أن يكون الفضاء السيبراني تكون مستعدة هذه الدولة لإجراء مرافعات قضائية تخص هذا النوع. وقضية منظور مهم أيضا عملية التصرف، هل نحن نرى هناك تغير في تصرفات المجرمين الذين يعملون في الإنترنت؟ إذا كان هناك من يراقب وجود مثل هذه الجوانب، فإذا هذا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح. هذه المقاييس ليست ملزمة كما نقول، ولكن فلنتذكر أننا كمجتمع يجب علينا أن نسعى ونحرص على أن تكون هذه المعايير مأخوذة بالاعتبار، وأن تجاوزها يجب أن تكون له نتائج معينة. في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأخرى هناك عملية الإجرام في الشبكة
من قبل دول أخرى، ولا هنا عندنا بعض الأدوات مثل العقوبات الاقتصادية والمقاطعة، ولكن نحن نقول أن عندما تصبح هناك تصرفات من هذا النوع من قبل دولة ثانية، فيجب أن تعرف أن هناك عقوبات على ذلك. شكرا لك ليسل، وسنمر الآن إلى الأسئلة والملاحظات. كذلك لدينا أسئلة وردت على الشات. لا، الآن صوتك تفضلي وثم نمر إلى الإجابة على الأسئلة. أنا فقط أضيف بأنني أجبت على مثل هذا السؤال عند تواجدي في قمة الاي جي اف، وأحد المشاركين سألني ما هي العواقب المحتملة لانتهاك المعايير، ويجب أن نميز ما بين العواقب التي يمكن القيام بها بحق الحكومات وبحق الأفراد. يجب أن يكون هناك هرمية تدرج الجرائم التي يترتب عليها عواقب وخيمة أو عواقب طفيفة. يجب أن نميز بين ذلك. مسألة أخرى، هل نحن نواجه نشاطا إجراميا ممولا من دولة محددة، أو أم أن هذه جريمة يرتكبها فرد؟ فإن كان هي الجريمة الممولة من الدولة فالأمر جدا معقد، ولكن على أي حال يجب الحديث عن ذلك بشكل منفتح أيضا في الفضاء العام. أيضا أذكر بعض الأعمال الأخرى التي تلمس مسألة المعايير، مثلا اتفاقية باريس، وأيضا هناك عمل اللجنة العالمية للاستقرار الرقمي أو استقرار الفضاء الرقمي، وأنا سأعلق على هذه المبادرات الشريفة إن كان الوقت يكفي لي، لأن هذا يتصل بما نتحدث عنه نحن في قمة الأجيف. هنا أتوقف، وفي حالة وجود أسئلة أكثر تفصيلا فسوف أعود إليها. شكرا لك، نحن نقدر هذه. لدينا عدة أشخاص يودون مشاركة. سأعطي الميكروفون الآن لشخص معنا على في الصالة. فلنتذكر أن لدينا أشخاص في الصالة يستطيعون المشاركة. هنا لدينا شخصان يريدان التحدث، ولدينا أسئلة على الشات، ولكن نعم أود أن أعلق على ما قالته لاتا. بالنسبة لإمكانياتنا ورد فعلنا، أقول أننا نحن نقوم بملاحقة المجرمين عندما نستطيع أن نعرفهم أين يوجدون. هذا يتطلب تعاون دولي من أجل عن طريق التعاون وليس عن طريق تسليم المجرمين من دولة إلى دولة. إذن هذا يعني تعاون مشترك بين أجهزة الأمن بين الدول المختلفة. لدينا مشروع ننفذه في أفريقيا في مجال ملاحقة الإجرام في الشبكة، وكما قلت هذا يجب أن يتكون من تعاون وثيق بين هذه الأجهزة. شكرا. أريد أن إلى السؤال، تفضل. أريد تعليقات معنية. شكرا يا كريس. لا تكلمت أنه بدل من أن نضع
أصبعنا ونقول أن كل هذا هو السبب وذلك السبب. علينا أن نتفاوض، فيجب كثير من هنا يعتمد على الدبلوماسية. علينا أن نتفاوض قبل أن نقول من هو المسؤول بشكل ما. إذا هناك أطر لهذه الدبلوماسية وما هي المسؤولية المتوجهة. إذا اتفقنا على شيء فيجب أن لا نتفاجأ بذلك وهكذا، فقط أي مفاوضات ونقاش مفتوح. ونأتي إلى الأسئلة من الحضور. شكرا على هذه العروض التقديمية الرائعة. كثير سمعنا عن إمكانيات أننا نتعرض لهذه الهجومات السبرانية. انتظرت، هل هناك إمكانية أن وكالات الاستخبارات التي تلتقط مثل هذه المعلومات، هل توجد من هذا معلومات من هذا النوع؟ إذا كان أحد من المتحدثين لديه معلومات عن هذا الموضوع، أود أنه في هذه اللحظة لا يريد أن سنرى ماذا. أنا أود أن أقول شيئا. هذا سؤال مهم. يقال أن بعض الميول والاتجاهات المقلقة هي مثلا أن إذا تعلق بالصين مثلا، قيل تماما أن السوق هو مغلق على للشركات الأجنبية، وهنا يجب أن يكون لدينا جهود دبلوماسية من أجل أن نقوم بمفاوضات في هذه القضية. فإذا أخذنا بالاعتبار أن الصين هي حاليا تقوم بسرقة الامتيازات العلمية من غيرها وغير منفتحة على التعاون الدولي، فهذا ليس سيناريو من أفضل للعالم. إذن فبالنسبة للبرامج التجسس مثلا، فشركة إسرائيل تصدر هذه البيجاسوس إلى العربية السعودية، إلى بولندا، إلى دول أخرى. إذن هنا يجب أن نقوم بضغط دبلوماسي. لا نستطيع أن نهمل هذا الواقع وهذه الحقيقة، ولا نستطيع أن نهمل هذا الهجوم الذي يسمى زيرو داي. ولكن دائما لا نستطيع أن نقوم في هذا المجال وفي هذا الأطار بالتعاون. فإذا لا نستطيع أن نلغي مثل هذا الهجوم من نوع زيرو داي، ولكن المعايير الديمقراطية هي التي. شكرا على التعليق. أناستازيا كازاكوفا، تفضلي. شكرا. أود أن أضيف بعض الكلمات حول ما قيل عن هجومات زيرو داي. نحن مجتمعا دوليا لدينا المسؤولية أن نقدم ردود فعل على هذه الهجومات، ولكن
من المهم إيجاد انسجام لدى الحكومات عن نزيد من شفافية عملية جمع البيانات الخاصة بمثل هذه الهجمات والاعتداءات وتقديم ردود فعل مشتركة لمثل هذه الهجمات. هذا جوهري أن نجعل القطاع التكنولوجي غير ممزقا ما بين ومجزأ ما بين مختلف الحكومات والمجتمعات، ولكن يجب أن تكون الصورة عابرة للحدود والأوطان. فيما يخص الإجرام السيبراني بكافة أشكاله وعلاماته، فعلينا تعزيز وتقوية الجهات الملاحقة المختصة بذلك، وفيما يخص إمكانات وقدرات الشرطة فعلينا أن نتحدث وبتفصيل عن الصلاحيات التي يجب منحها لأجهزة الملاحقة، وأن نزيد انسجاما لهذه المحاولات. الآن إلى هناك أونلاين بعض الأسئلة. شكرا على إمكانية إعطائي الصوت، وأنا أعتقد أن منتدى حوكمة الإنترنت هو أسلوب جيد وطريقة جيدة لتبادل التجارب. سؤالي يتعلق بالشباب، الجيل الشاب الذي عادة ما يكون ضحية الهجوم السيبراني. هل لديكم منتدى؟ هل يستطيع أن يتحدث عن الخطورات المتواجدة في وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للشباب؟ السؤال الثاني سيكون من الصالة. أنا هادو الحسن، أتيت من نيجيريا، وسؤالي هو كالتالي: أود أن أسأل الخبراء على الشرح في أي إمكانية تستطيع الدول أن تقلل من الهجوم السيبراني الممول من أجهزة الدولة، فأحيانا تكون هذه هجمات سيبرية تكون من دولة إلى ضد دولة. شكرا، سنحاول الإجابة على ذلك في التعليقات الأخيرة. والآن إلى جوزيفين. شكرا. أنا بالنسبة للسؤال الأول الذي يرتبط بما أردت أن أقوله لكم سابق، أنا سعيد أن السادة لديهم رغبة في اللقاء مع ممثلي الشركات التقنية كبرى، والنقاش بهذا الموضوع في منصات دولية. فنحن لا نعرف من سيكون المسؤول عن ذلك وما هو النظام الذي يتعلق بأجهزة الأمن في والملاحقة في دولة أوروبية معينة. إذن هذه تحديات كونية، لذلك يجب أن تكون حلولها هي حلول كونية. نلاحظ أيضا أن قضايا الضوابط الذاتية التي تقوم فيها الشركات لا تكفي، فإذا نحن في مرحلة يجب أن تكون هناك معايير دولية. كاثرين تفضلي. شكرا يا كريس.
أود التعليق على التعليقات السابقة. وأظن أن جهود UNGG والفريق فريق العمل المفتوح تخص مسألة الهجمات التي تشنها الدول، أي هي منتديات نعالج فيها تسليح التكنولوجيات أو جعلها سلاحاً، وهناك بعض تقدم قد أحرز في هذا الصدد. المقاييس والمعايير الدولية هي لدينا وهي قائمة نوعاً ما، وفي حالة وجود خلافات أو نزاعات ما بين الدول فيمكننا القول بأن هذه الضوابط والأدوات موجودة وقائمة بالفعل، وعلينا أيضاً المواصلة في بناء جسور الثقة ما بين الدول لكي نخفض من هذا التوتر العابر للحدود، وعلينا أيضاً بناء تحالفات وعابر الحدود في حالة وجود خلافات في الفضاء السيبراني. يجب أن تكون هذه السلسلة مكونة من مختلف الدول ولا يتم تهميش أو استبعاد أي منها. وتعليقا على السؤال الذي طرح من زميلنا من داكا بنغلاديش، ف الجرائم في الإنترنت عمل مجدي ومربح كثيرا ما للأسف، وهذا يساعد في تكاثر أشكال هذه الجرائم، والكثيرون من هؤلاء المرتكبين يهربون من العواقب ويهربون من المساءلة القانونية. فيما يخص الجيل الشاب الفتي فيجب أن نجد توازنا ما بين الأمن السيبراني وبين العنصر الفتي. شكرا. انقطع الخط. إن كنتم أنتم تسمعون كاثرين فأرجو إبلاغي، ولكن كما أرى انقطع الاتصال. للأسف لم نعد نسمعك. تقريبا انتهيت وشكرا. إذن لا يتبقى لنا إلا 4 دقائق لنهاية الجلسة، فلن ننفذ ما كنت أخطط له، أي إعطاء الصوت لجميع للإبداع بالملاحظات الختامية، ولكن ربما الآن ببساطة أقول هكذا: هذه الدقائق الأخيرة المتبقية لكم الكلمة الحرة في ذلك، ولكن هناك فقط 30 ثانية لكل واحد. من يريد الحديث يرفع يده. ويبدو أن هناك راشة كانت تريد إضافة شيء، فتفضلي. شكرا. من عظمة العفو الدولية ستقوم بتحريك برنامج طويل الأمد يتعلق بقوانين الإنترنت للأطفال، وأعتقد أنه بفضل ذلك نستطيع أن نساعد الأطفال أونلاين، والمهم أن الشباب سيكون لهم إمكانية. فالإنترنت لم يتم هم يستعملونه، توجد هناك كثير من التواصل الاجتماعي كتويتر وغيرها والفيسبوك، ولكن هناك بعض منصات المخصصة للأطفال، فإذا يجب أن الشباب
أن تشارك في هذا النقاش وكيف نحمي قوانينهم في الشبكة. وستكون هذه حملة يقودها الشباب. ملاحظة ختامية أخرى، أن من المشوق أن نستمع إلى مخاطر هجوم دولة على دولة أخرى في الفضاء السيبراني. أريد أن أقول أن غالبا ما يكون ذلك أن إحدى الدول تقوم بمساعدة شركات تقنية التي تقوم بمثل هذه الهجومات. لذلك لا بد من إيجاد معايير أيضا دولية من استخدام هذه الأدوات في التصنت وملاحقة وتتبع بارت. لديك 30 ثانية فقط. قبل كل شيء، نجحنا نحن في 8 حالات مختلفة منع تصنت الأطفال من قبل بعض المنصات، وهذا مهم. تجري النقاشات في أوروبا حول إدراج تعديل على اتفاقية نيس، ونحن تكرارا سوف نعود لموضوع خوادم دي ان اس ليس في أوروبا فقط. علينا إدراج بعض القواعد الأساسية لحوكمة الإنترنت، ولو لم ننجح في ذلك فكل الضوابط الأخرى أيضا سوف تفشل. شكرا لك وشكرا جزيلا لجميعكم. شكرا على كل مداخلاتكم القيمة في هذا النقاش، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله.